مساكن أمن وأمان من ضمن الخطة الأمنية للإدارة العامة لدوريات الأمن المملكة. الآن حملة أمنية لدوريات الأمن بمحافظة البوعية لرصد المخالفات الأمنية والمرورية. دوريات الأمن أثناء المطاردات وضع حقيبة مخصصة لتعطيل الإطارات، أي مركبة تحاول الهروب من رجال الأمن يتم تعطيلها بأسرع وقت. هذه الحقيبة يتم وضعها لتعطيل الإطارات، ونقول لهم لكل من يحاول الهروب من النقاط الأمنية الأبطال قدها. من ضمن جهود رجال الدوري الأمنية بمحافظة القوعية القبض على شخص حاول التضليل على رجال الأمن لوضع المواد المخدرة في مكان لا يمكن الوصول إليه، والأبطال بعد تفتيش المركبة ولها الحمد تم القبض على الشخص لمحاولة تضليل على رجال الأمن، وكذلك تواجد الحبوب المخدرة وورق الشام والحشيش. شوفوا كيف الموقع، هذا غير المركبة، يعني لا يمكن الوصول إلى الموقع. بالحس الأمني لدى الأبطال تم الكشف عن هذا الموقع. نقاط أمنية مفاجئة للدوريات الأمنية، اليوم حملتنا شاملة على النقاط الخارجية والنقاط الداخلية.